طيب، مباراة النهاردة أكيد إحنا بنتناول الحديث الإعلامي والحديث الجماهيري والترتيبات الفنية أو الإدارية الخاصة بإقامة هذه المباراة في مركب محمد الخامس، ولكن في جانب فني مهم جدا على كيف سيواجه الأهلي فريق الوداد، وكيف يستعد الأهلي كيف يستعد الوداد لملاقاة الأهلي في ظل معطيات نتيجة لقاء الذهاب واللي انتهت بفوز الأهلي 2-1. على طول نروح لأحد المحللين الفنيين الرائعين جدا في الفترة الأخيرة، الأستاذ أحمد الحنفي، لأن عنده تفاصيل فنية مهمة جدا على معطيات مباراة النهاردة بناء على نتيجة لقاء الذهاب. أبو حميد، مساء الفل عليك، إزيك؟ إزيك يا محمد، أهلا بيك وأهلا بكل متابعين قناة الأهلي وبرنامج الترند. إن شاء الله بإذن الله نفرح النهاردة بإذن الله. يا رب بإذن الله. طيب، عايز أعرف منك معطيات لقاء النهاردة وكيف يستعد كل فريق لمواجهة الآخر في ظل نتيجة لقاء الذهاب، لأن لقاء الذهاب نتيجته أكيد هيكون عامل مهم جدا في التحضير الفني لكل مدرب. خلونا طبعا نتكلم في البداية، الماتش طبعا مش سهل، الوداد فريق قوي، فريق بيلعب في الفترة الأخيرة بقوة جدا، دوت تاني نهائي للوداد على التوالي. الأهلي السنة اللي فاتت خسر من الوداد في أجواء كانت شبه بالنسبة لنا إحنا كأهلاوية على الأقل ما كانتش عادلة تماما. السنة دي الوضع مختلف شوية، إحنا متفائلين أو أنا كأهلاوي مع الجزء المتفائل ده الأسباب، لأن الأهلي في مباراة القاهرة أظهر إن هو أفضل على مستوى الجودة، على مستوى اللاعبين، على مستوى الأفراد، على مستوى المنظومة. الحقيقة الأهلي تفوق على الوداد بشكل كامل في مباراة القاهرة هنا، وكان يستحق نتيجة أكبر من اللي هو خرج بيها لولا الحظ وشوية فرص ضايعة على شوية أسباب تانية. الأهلي ما توفقش إن هو يقدم نتيجة أفضل من 2-1. ماتش النهاردة ماتش مش هنقول سهل، ماتش صعب جدا على النادي الأهلي. الأهلي محتاج يكون هو صاحب الشخصية الأقوى في الجيم، محتاجين خبرات لعيبه النادي الاهلي هتفرق جدا النهارده، انك تقدر يا محمد تتعامل مع الضغوط اللي انت هتتعرض لها. مطلوب منك تكون اهدى دايما من لعيبه الوداد، انت اللي كسبان في القاهره، الوداد هو اللي عليه الضغط الاكبر. عجبني جدا كلام مستر كولر وكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي عن الجزئيه دي تحديدا، احنا اللي كسبانين في القاهره، احنا الضغوط اكتر على لعيبه نادي الوداد، واتمنى ان خبره فريق النادي الاهلي تديله الغلبه في الجزئيه دي، ان انا اقدر نفسيا اتعامل مع الجيم بشكل افضل، لان ده هيفرق جدا جدا مع لعيبه النادي الاهلي. النهارده ماتش الجزء الشخصيه هيلعب فيه بشكل كبير جدا 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 بالنسبه للفريقين. ماتش النادي الاهلي النهارده محتاج ان احنا نعرف ايه اللي النادي الاهلي المفروض يعمله، ايه اللي النادي الاهلي المفروض يتلاشاه. اللي النادي الاهلي مطلوب يعمله النهارده ان النادي الاهلي يكون مركز من اول دقيقه لاخر دقيقه. نتيجه 0-0 مزعجه جدا لينا، انت بتروح في الجيم في اوقات متاخره بصفر ديت، لازم تبقى عارف ان تركيزك لازم يزيد. يعني المنطقي ان الماتش كل ما بيمشي كل ما بدنيا بتقل كل ما تركيزك بيقل، لا النهارده لازم كل ما الماتش 0-0 تحديدا يمشي في الوقت تركيزك يكون زايد في الجيم، لان اي هف واي غلطه ممكن تكلفنا كتير. الاهلي النهارده لازم يكون فعلا من وجهه نظري الاهلي اقوى، الاهلي منظومته اقوى وافراده اقوى. لو كوره محمد الاهلي يكسب، وانت شفت الاهلي لما لعب كوره هنا في القاهره ايه الفروقات اللي ظهرت. الاهلي كان لعب شوط اول تحديدا مرعب في الكوره، رتم مرعب، ضغط عالي على فريق الوداد، تحكم تام بالكوره. فالاهلي كوره افضل من الوداد، الاهلي لازم يكون في اوقات في الجيم عنده مباخته للوداد، محاوله ان انا احاول اسجل، انا مش هركن على 0-0 لان 0-0 دي نتيجه خطر، وتحديدا انت افضل، فليه ما احاولش ان انا اكون فعلا اقوى من رده الفعل. مطلوب من النادي الاهلي ان هو في ماتش النهارده يستغل ربع الفرصه، استغلال الفرص ده عامل مهم جدا في الماتشات اللي زي الاهلي والوداد في المغرب دي، مطلوب انك تكون تستغل ربع فرصه. فكره انك تروح بعدد فرص كبير وما تسجلش منه زي ما شفنا هنا في القاهره، اعتقد ان ده مش مطلوب تماما. طيب، في المغرب. طب ابو حميد، هل ممكن الوداد يغير طريقه اللعب؟ واكيد هو محتاج يكسب فاكيد هيغير طريقه اللعب، ولكن ممكن يغير في المراكز، في الافراد، في التشكيله اللي لعب بيها لقاء الذهاب؟ اعتقد ان المدرب البلجيكي سيفيان مش هيغير في شكل الترجي حاجه، هي 4-4-2 اللي بقى من ساعه ما جه هي اللي هيلعب بيها قدام النادي الاهلي، ولكن قوه الترجي في 4-4-2 ديت في سامبو اللي هو بيعتبر محطه كبيره جدا لكل لاعب الوداد. الوداد مش فريق لعب كوره، يعني ما تشوفش بناء اللعب في الوداد تحس ان هو فريق بيحاول يطلع على الارض او بيحاول يديك جمله في الملعب شكلها حلو، بس الوداد عنده في الكرات الطوليه خطير جدا، شفنا ده في ماتش القاهره ان الوداد بيلعب لونج بول لسامبو اللي هو بيطلع زهير المترجع او ايمن الحسوني، فبتظهر بتظهر خطوره الوداد من الحته دي. فلازم ناخد بالنا من الكرات الطوليه والعرضيه الاثنين، الترجي خطير، الوداد خطير جدا جدا فيهم، الوداد في الكرات اللي هي الكرات الفاول اللي على حدود منطقه الجزاء دي بيكون خطير جدا جدا فيها، فلازم نكون واخدين بالنا من الجزئيه دي.
اما على مستوى التشكيل اعتقد ان مش هيشهد تغييرات كتير عن تشكيل القاهره. هيكون موجود سامبو وزوري مترجي في قلب الهجوم، اربعه برضو في نص الملعب، قلب الدفاع زولا والعملود ويحيى عطيه الله. اعتقد مش هنشوف تغييرات كبيره في تشكيله الوداد النهارده. معنى كده انك مش مقتنع بالاخبار اللي طالعه من المغرب او بتصريحات زيفين فاندن بروك ان زهير المترجي غائب للاصابه، يعني انت بتثق ان هو جاهز رغم تصريحات المدير الفني؟ انا اعتقد ان هو جاهز، يعني هو موجود في قائمه المباراه، مش غايب عن القائمه. فانا اعتقد ان هو لو زهير المترجي لو جاهز بنسبه 70 80% هياخد. زهير المترجي منفس مهم جدا جدا للوداد في خط هجومهم، سامبو جنب زهير المترجي بيمثلوا خطوره كبيره. لو في حاله غياب زهير المترجي ممكن اعتقد نشوف نجم مكان زهير المترجي بشكل اساسي في التشكيل. الاهلي لو ضغط على خط وسط الوداد سواء جلال او يحيى جبران اكيد هيلاقي حلول وهيلاقي صعوبه كبيره قوي فريق الوداد انه يخرج بالكوره، ودي احد اهم المفاتيح للنادي الاهلي. الاهلي لو ضغط عالي النهارده على الوداد ما ادالوش مساحات ان هو يلعب الكره الطوليه، اعتقد الوداد هيعاني كتير قدام الاهلي في الخروج بالكوره. طيب الاهلي هل تفضل يكون نفس التشكيل ولا ممكن يحصل تعديل؟ كده كده في حراسة المرمى ممكن اكيد يبدأ الشناوي لفارق الخبرات، واكيد عنصر الخبرة مهم في المباريات اللي زي دي، ولكن هل تتوقع ممكن يبدأ بشريف مكان كهربا؟ يعني توقعاتك انت الشخصية. انا توقعاتي الشخصية ان مستر كولر مش هيغير في تشكيل النادي الاهلي. تشكيل النادي الاهلي اللي بدأ بيه ماتش القاهرة اعتقد هو اللي هيبتدي بيه ماتش الوداد. انت مطلوب منك يكون عندك ثلاثة في نص الملعب، ده مبدئيا قلب الدفاع كلنا متفقين عليه. محمد الشناوي عودته مهمة جدا، ماتش المغرب ده من الماتشات اللي بتبين مدى اهميه الشناوي لاعب خبره، هيفرق جدا جدا حتى على مستوى الثقه لقلب دفاعنا. قلب الدفاع ما فيهوش نقاش اعتقد ياسر وعبد المنعم، وهيكون موجود علي معلول ومحمد هاني، ده خط الدفاع. خط الوسط مش هيشهد تغييرات. انت في ماتش الوداد محتاج لعيبه بدنيا اقوياء، يعني انا معايا ثلاث لعيبه مفيش اقوى منهم حاليا، مروان عطيه، الي ديانج، حمدي فتحي. اعتقد ان الثلاثه دول مش هيشهدوا اي تغيير. على مستوى الشق الهجومي فبيرستا وحسين الشحات اعتقد اساسيين. بيرسي لاعب سريع، لاعب في الفتره الاخيره بيقدم مستوى كبير جدا، فارق مع النادي الاهلي. حسين الشحات في الناحيه الشمال هكذا، وحسين دوره مهم قوي. ايمن العملوق بيقوم بدور هجومي، بيتقدم كتير، بيروح الشق الهجومي كتير، يقدر حسين الشحات يعمل ازعاج كبير قوي لايمن العملوق في الحته الشمال دي، وده حصل في ماتش القاهره. واعتقد ان شاء الله باذن الله حسين الشحات هيكون احد اهم مفاتيح اللعب النهارده للنادي الاهلي اللي هتمثل للفريق قوه. خط الهجوم محمود عبد المنعم كهربا اعتقد ان هو ممكن يبدا اساسي النهارده. كهربا لاعب بيعرف يتحرك، بيعرف يستغل المساحات اللي جوه الصندوق. الاهلي محتاج كهربا في الماتش ده، ولكن اتمنى من كهربا ان ينص الفرصه النهارده جون، لان الماتشات بتاع النهارده دي بتخلص بالتفاصيل الصغيره. التفاصيل الصغيره ان انا لازم اكون بستغل كل ربع فرصه بتتيح لي، لاني مش عارف الفرصه دي هتجيلي تاني ولا لا. طيب سؤال اخير يا احمد، وهل ده مقياس ولا لا المعلومه اللي هقولها؟ يمكن الوداد السنه دي في 2023 على ارضه في مراحل الادوار الاقصائيه او المباريات الفاصله اللي بتحتاج انه يكسب في ال 90 دقيقه، يعني بيواجه صعوبات بشكل كبير. يعني في كاس العالم للانديه خرج امام الهلال السعودي على ارضه ووسط جمهوره، في لقاء سيمبا التنزاني كسب 1-0 ولجأ لركلات الجزاء الترجيحيه، ولولا ركلات الجزاء كان ممكن الوداد يخرج امام سيمبا. صحيح. امام سان داونز ماتش كبير بالظبط، امام سان داونز فشل في احراز اي هدف، وبالتالي الوداد على ارضه ووسط جمهوره هذا العام في 2023 يجد صعوبات في حسم المباراه خلال ال 90 دقيقه. مقياس على النهائي ولا مش مقياس؟ بص يا محمد، الوداد عنده ميزه مهمه قوي عند الوداد، وممكن تكون دي من اقوى الحاجات اللي موجوده في الوداد السنه دي. الوداد فريق عنده شخصيه وخبره، وتحديدا التوليفه اللي عملها وليد الركراكي دي. اللي مؤسس اللعيبه دي هو وليد الركراكي. وليد الركراكي المدرب اللي محقق رابع كاس عالم. اللعيبه دي على مستوى الافراد السنه دي هم مش احسن من السنه اللي فاتت، ومش زي السنه اللي فاتت، ولكن على مستوى المجموعه هي مجموعه عندها ثقه في نفسها جدا. يعني مجموعه بتستقبل هدفين من النادي الاهلي في استاد القاهره، والاهلي افضل، ورغم ذلك بيتماسكوا بيحاولوا ان هم يرجعوا في الجيم. دي شخصيه حصلت قدام صن داونز في جنوب افريقيا، ان هم يكونوا متعادلين على ملعبهم 0-0 رغم ان صن داونز مطرود منه واحد، ويروحوا جنوب افريقيا يتعادلوا مع نسخه قويه جدا لصن داونز قدر الوداد ان هو يكسيها. فريق الوداد ايوه ممكن يكون بيحقق نتائج مش افضل حاجه على ارضه السنه دي، ولكن ماتش النهائي ليه حسابات ثانيه. النهائي محتاج تكسب فيه، محتاج يكون ليك الغلبه فيه، لازم تكون انت اللي مركز اكتر، انت اللي صاحب الخبره اكتر، انت اللي بتحاول تتحكم في ريتم المباراه اكتر، انت اللي في اللحظات الصعبه بتحافظ على هدوءك. الاهلي افضل من الوداد على مستوى الافراد وعلى مستوى المنظومه، وده بان في ماتش القاهره. الفيصل في الموضوع من وجهه نظري
هو مش نتائج الوداد في الفتره الاخيره، لان ممكن يكون الوداد بيتعثر في النتائج الفتره الاخيره ويجي في ماتش النهائي يقدم لك ماتش كبير جدا. فانت عشان تتلاشى ده، عشان تحاول ان انت تظهر فرق الكوره، ان لعيبه النادي الاهلي لعيبه كوره فعلا ولاعيبه عندها كوره اكتر من الوداد السنه دي تحديدا، ده هيظهر اما انت تكون مركز اكتر، اما انت تكون محافظ على هدوءك، اما انت تكون اعقل، اما انت تكون مش بتتوتر في اللحظات اللي هي ممكن يكون الجيم متوتر فيها، حافظ على هدوءك، هنا هتقدر تقدم كورتك اللي هي شفناها في ماتش القاهره وكانت جودتها احسن وكانت خطورتها اكتر، والاهلي وصل لمرمى الوداد اكتر من الوداد بشكل كبير قوي، ولو غاب التركيز في الفترات كده كان ممكن الاهلي يخلص الماتش ده بنسبه أكيد كبيره من القاهره. اكيد. الزميل العزيز احمد الحنفي محلل الاداء الفني، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات واطلاله فنيه مهمه جدا على موعد او مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا.